طيب تعال نروح لجزء من المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا. انا طبعا ما شفتش الكوره اللي دخلت في شناوي غير وانا في الملعب نفسه، فلازم ان انا لما اروح واشوف الماتش واقيم الماتش مره تانية هقدر ان انا اشوفها واقدر اقيم الغلط منين بالظبط. لكن طبيعي في كره القدم اللعيبه بتعمل اخطاء، لعيبه الملعب العاديه بتعمل اخطاء، وبالتالي كمان الحارس ممكن يعمل اخطاء، ده وارد في كره القدم. لكن زي ما قلت لحضرتك انا هرجع تاني اشوفها كويس واقيم اللعبه واقيم المستوى عامه في المباراه واخد قرار، ده لازم ان انا اخد قرار الصحيح في الوقت الصحيح. في كوره زي دي ممكن برضو ما يبقاش الشناوي بس هو الغلطان في الاهداف اللي بتدخل فينا او دخل فينا النهارده، في كمان اخطاء بتبقى من مدافعين، اخطاء من لعيبه خط النص، حتى من مهاجمين في عمليات الضغط، فكل ده ممكن يسبب اهداف، فلازم ان انا اقيم اللعبه كويس لان التقييم ما بيبقاش خطا فردي في اغلب الاحوال. عادي انه بيحصل في الكوره ان الفرقه بيدخل فيها اهداف او اي فريق بيخش فيها اهداف، لازم نتقبل ده انه جزء من كره القدم. طبعا ما احبش ان انا يدخل فيها اهداف، وعايز دايما ادخل اي مباراه ما يدخلش فيها اهداف، لكن بيحصل لما بتكسب بتتغاضى شويه عن ان انت دخل فيك جون لانك كسبت في النهايه في ظل منافسه قويه جدا وعنيفه جدا مع بيراميدز على صداره الدوري على لقب الدوري السنه دي، فاحيانا بتبقى خلاص بتتقبل ده، بتتقبل احيانا بعض الاخطاء عشان خاطر تعدي، لان مع ضغط الماتشات الماتشات دي في المنافسه زي ما احنا ان شاء الله. بالنسبه لموضوع السعوديه وعقدي والكلام ده، انا عقدي لسه مستمر مع النادي الاهلي لمده سنه كمان. هو التغيير كان فني وبدني، هو بدأ بالسؤال الثاني الأول اللي هو السؤال بتاع الجناحين، فهو التغيير كان بدني وفني لأن أنا كنت في اللحظة دي بدأت أحس إن أنا محتاج لعيبة تكون فريش أكتر من كده في الجناحين، وخصوصا إن أنا الأجنحة بتاعتنا بتبذل مجهود كبير جدا بدني، سواء في خلق الفرص مع الفرق اللي بتدافع كتير بتحرك كتير جدا، وكمان بطلب منهم شغل دفاعي كبير جدا، بطلب منهم دايما وبضغط عليهم إنهم لازم يرجعوا، فبيبقى واخد الخط كله، ففي مجهود بدني كبير جدا مع ضغط الماتشات اللي عندنا وكده، فاللعيبه بدات تحس انها ده الوقت المناسب للتغيير، وده اللي انت كمدرب بتقيمه امتى الوقت المناسب ان انا اغير، فانا حسيت ان ده الوقت المناسب ان انا اغير فيه، واتكفينا ان ده كان فعلا الوقت المناسب ان الاثنين لعيبه اللي نزلوا جابوا على طول كورنر واتلعب هما اللي لعبوه وكمان جابوا جون، فده معناها ان التغيير كان مناسب، واحنا اتكفينا او اثبتنا بالتغيير ده ان التغيير كان توقيته مناسب والتغيير الافراد نفسه كان مناسب في اللحظه دي. لا مش بالضروره ان هو بسبب ماتش بيراميدز، بسبب الوضع العام، يعني الوضع العام اللي احنا فيه، احنا عندنا ضغط ماتشات اعتقد ما فيش حد غيرنا متعرض له من اول الموسم في مصر. عندنا 20 ماتش بنلعبهم في شهرين دلوقتي، غير الضغط اللي كان قبل كده، الناس بتنسى ان انا قبل كده برضو كان عندي ضغط ماتشات في البطولات الكبيره اللي احنا والكتير اللي احنا شاركنا فيها، ما فيش حد غيرنا كده. اغلب الفرق دلوقتي اللي في الدوري بتلعب ماتش في الاسبوع، انا بضطر العب ماتشين وثلاثه في الاسبوع، فده بيؤدي ان اللعيبه احيانا بيجي لها حاله تعب. التعب ده ممكن يكون مش بس بدني، ممكن يكون كمان ذهني او بدني وذهني الاثنين مع بعض، فبيبقى لازم اللاعب عنده من الخبرات في اللعيبه الكبيره واللي عندها خبره في الاوقات اللي زي دي بتبقى عارفه خلاص انا مش قادر، لازم اقرص على نفسي، لازم اجز على نفسي، لازم ان انا اجي على نفسي شويه عشان خاطر اللحظات دي ان انا اقدر اعدي الماتش لغايه اما انا اقدر افوق نفسي، ما همتش نفسي في اللحظات دي بس.